بعد أن صنعت الحدث بابتسامتها وعفويتها في مقابلة فريق شبيبة القبائل ضد اتحاد الجزائر بملعب نيلسون مانديلا ببراق بالجزائر العاصمة، ها هي الطفلة مارينا يارا ذات العفوية والابتسامة المتميزة يتم استقبالها من طرف إدارة شبيبة القبائل التي وفت بوعدها واستقبلت المشجعة الصغيرة في مقر الشبيبة بتيزي وزو، حيث استقبلها رئيس النادي مع والدها وتم تكريمها بقميص النادي رفقة والدها أيضا الذي كان حاضرا في مباراة شبيبة القبائل ضد اتحاد العاصمة في ملعب نيلسون مانديلا. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ابتسامتها وعفويتها وهي تخاطب كاميرا التلفزيون معبرة عن فرحتها وهي تظهر في الشاشة العاكسة لملعب نيلسون مانديلا. الطفلة تم تقديم لها هدية ودعوة لحضور المباراة القادمة لفريق شبيبة القبائل ما دامت هي المشجعة الأولى والصغيرة لهذا الفريق، كما أعادت نفس الحركة التي قامت بها في مدرجات ملعب نيلسون مانديلا بكل عفوية في انتظار أن يتم استقبالها أيضا في ملعب الفاتح من أول نوفمبر في أقرب فرصة لتكون في مدرجاته وتشجع الفريق الذي تشجعه باستمرار وتريد دائما أن تشاهد مبارياته في المدرجات، ولو أنه حضورها كان الأول ومعبرا بكل عفوية رفقة والدها في ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة.